أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين Elhamdülillahi Rabbil Alemin denildi. Ve şimdi hamimlere başlanılıyor. Hamimler de bir sır ya. Şimdi Zümer suresi tamam oldu. Artık hamimlere geçiyoruz. Ne? Hamimlerin de Esmaül ismi azamdan olduğu rivayetleri de var. Yalnız o müminler cennete, hadi cennete gidin denildiğinde cennetin kapıları zaten açık bekliyor müminleri. Yaptığımız ameller bizi orada bekliyor olacak inşallah. Allah bize yeter, eleyse Allah'u bir kafin abde. Kuluna Allah yetmez mi diye başladı sure. Kul hasbiyallah, Allah bana yeter de. Çünkü ey israf eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Yagfir dunube cemiya. Ne müjdeli bir ayettir ya. Bakın kafirler cehenneme giderken, sevk edilirlerken bu ayetlerde. Onlara size Resul gelmedi mi, uyarıcı gelmedi mi, bu kavuşma günü size anlatılmadı mı? Aslında hepimiz de biliyoruz, bal gibi de biliyoruz. Ama oyalanıyoruz. Atıllıktan kurtulalım efendim. Ataletten kurtulalım. Artık Allah'ın ümidine başvuralım. Allah'ı ibadet-i taatle usandıramayız. Ve en iyi bu ila Rabbiküm. Ama ona yönelelim ya. Bir gaflete girdik, hemen o andan kurtulmamız, hemen oradan çıkmamız lazım. İyi müttakilerin zümresine girmemiz lazım. Çünkü Allah böyle yaptığımız zaman, sakındığımız zaman baktın gaflettesin. Ya Rabbi kurtar de ya hemen kaç oradan. Yunecillahu lezine takavvu. Allah müttakileri kurtaracaktır. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال O arşı taşıyanların duasıyla başladı sure. Allah'ın gafil-i zemb, günahları örten Allah, gabil-i tevb, tövbeleri kabul eden Allah. Sonra da onlar şöyle dua ederler. Ya Rabbi, fagfir lillezine tabu, tövbe edenleri bağışla ya Rabbi. Ört onların, günahlarını ört. Mümine de bu yakışır ya, başkaları için de dua etmek yakışır. En kestirme dua kabul yoludur bu. Vettebe'u sebilek, vakîm azâbel cahîm. Onları cehennemden azad eyle ya Rabbi diye. Ya sonra yevmehum barizun her şeyin açığa çıktığı günde Allah'a gizli hiçbir şey yok ki. Limenil mülkül yevm
Bugün mülk Allah'ın. Kimin bugün mülk? Lillel vahidil kahhar. Kahreden, yazıp tahtaya yazıp çizen, bozan Allah'ın. O gün öyle de bugün başka mı? Bugün de böyle. Bugün de mülk Allah'ın. Biz namaz kılarak yazılmış. Böyle kalalım ya. Dua edelim. Zor iş, zor. Zor iş. Allah namazdan ayırmasın. Namaza mecbur etsin bizi. Yoksa bak Harun geçti, Karun geçti şimdi. Ya öyle yazılsaydık. Allah bir tahta yazmış. Levh-i Mahfuz'a yazmış. Oynatıyor. Oynuyoruz. Bak Hazreti Musa ona verilen rolü nasıl oynadı? Bak Hazreti Musa'nın şimdi anlatılacak. Hazreti Musa'ya iman eden bir adam anlatılacak şimdi. İmanını gizlemiş. O nasıl oynamış rolünü? Keşke bilebilsek ya şu dünyadaki rolümüzü. Anlayabilsek ya nereden gelip nereye gittiğimizi. Uzattım sözü. Hakkınızı helal edin. Ya ya'lemu hainetel ayun. Allah gözlerin hainliğini bilir. Ve ma tuhfis sudur. Göğüslerin sakladığını, sadrınızın gizlediğini de bilir Allah. Bahtımız mümin yazıldı da buradan yürüyoruz. İçimiz dışımıza çıktığında la yahfa aleyh, hiçbir şey gizli kalmayacak. Mahcup olmayalım inşallah o gün. Hiç açılmasın amel defterimiz. Yoksa işimiz zor. Ama Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyeceğiz. Estağfirullah. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا
وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب Tarihimiz yaver gitmiş de namaz kılıp Kur'an okuyoruz. Ah güzel insanlar. Yani iki gün önce Uşak diye bir yere, şehre gidip hemen gelmek gerekti. Geldik de ya İstanbul'dan daha da Allah affetsin söyleyeceğiz. Yani taşrada olunca da yani neyin peşindelerse kardeşlerimizi Allah ıslah etsin, hidayet versin. Ramazan'da yani İstanbul'u biz tamam dedik İstanbul'da hemen evliya alınır ama Uşak'ta da hemen evliya alınır. Diğer şehir Manisa'da da olunur. Olunur yani. Uşaklardan olmak lazım ama. Aşık olmak lazım. Bakın Allah bu şey nasıl şimdi neyi söyleyecektim? Firavun ailesini bu ayet hatta kabir azabı var mı yok mu tartışmalarına da yer etmiş. Yani var mı tartışma? Efendimiz oradaki kabir azabından bahsettikten sonra senin tartışman neyi getirir, neyi getirir onu bilmem de. Yani affedersiniz. Şimdi bu ayette Firavun ailesine o günde var azap. Bu ayet miydi? Belki de başka ayetti. Yanılmış olabilirim. Fakat bir insan sevmediği bir yerde bulunduğunda nasıl azap çeker? Bak bu sahnedesin. Böyle istemediğin bir ortam olsa, başka bir iş yapılsa burada, senin fıtratına aykırı bir iş yapılsa durabilir misin burada? Kabir azabı var mı? Dünyada var azap ya. Fıtratına uymayan insanlarla şöyle 5 dakika aynı masada otur bakayım.
Yani affedersiniz, bu üslubu kullandığım için de hakkınız helaldir. Zor ya bu ayetler karşısında. Okuma hoca, manasını anlat diyorlar. Ya okuyalım da biz okuyarak usandıramayız tabii ki. Tabii ki manasını anlayalım, hikmetini anlayalım. Tabii ki anlayalım da bitirebilecek miyiz acaba hikmetini? Mümin atalette olmayacak efendim. Talihimiz yaver gitmiş. Sakın kibirlenmeyin. Bak keder ki yatıp Allah'a alak- kınamayın yani kardeşim. Dua edelim ya. Allah kibirlinin kalbini mühürler buyuruyor ya. Allah keder ki yatıp Allah böyle yapar işte. Kibirlenen ben yaptım. Ben sermayeyle yaptım. Ayet meali bu. Öyle diyor. İkincisi, okuduğumuz ikinci, bu cüzün ikinci sayfasında vardı. Kendi sermayemde yaptım diyor yani. Ben yaptım. Ha. Estağfirullah. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارُ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. الحمد لله رب العالمين. أسلمت لرب العالمين. عالمين ربنا teslim oldum. Bana yazdı. Ne yazdın tahtaya? Ne yazdın? Bak hoca bile tahtaya çıkıyor, yazıyor. Maçı böyle oynayacağız diyor. Senin rolün bu diyor bu maçta. Böyle oynayacaksın diyor, tahtaya yazıyor. Ne yazılmış acaba tahtamızda? Hamd yazılmış hocam. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Zümer suresinin sonu Elhamdülillah Rabbil Alemin. Fatiha Elhamdülillah Rabbil Alemin. Mümin Elhamdülillah diyecek. Bildiğin bilemediğin bütün nimetlere Elhamdülillah. Bildiklerine teşekkür ediyorsun. Eşşekürillah. Ama bilemiyorsun ki neler vermiş Yüce Rabbimiz. Öyle buyurdu. Semavatı, gökleri, arzı yaratmak, insanı yaratmaktan daha büyük bir daha büyüktür buyuruyor Hazreti Allah. Ne kadar bilebiliyoruz? Azalarımızı. Şimdi kuantuma gireceğiz şimdi. Yok, şimdi bak Zümer şey geliyor, Fussilet suresi. Allah gökleri yarattı. İki günde, dört günde yarattı. İki günde hareket başladı. Oo, bize düşen ne? O da o niyesteci plaküm. Dua edin, icabet edeyim. Duadan kibirlenenler cehenneme girecek. Cehennemi tercih etmeyelim ya. Estağfirullah. هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. O Allah öldürüp dirilten. Bak kahhar Allah dedi. Her an bizi kahrediyor. Her an seni yazıp tekrar çiziyor. Tekrar. Senin duana da bakıyor ama. Tekrar öldürüp tekrar diriltiyor. Her an yenileniyorsun ya. Ol deyince oluveriyor. İyilerden olalım ya inşallah. O kardeşlerimiz için de dua edelim. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللّٰهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلْ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِرِينَ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ينَ عِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ
الحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فيه أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله
قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين جلدlerine niye bize şahitlik yapıyorsunuz aleyhimize ya dediler cilt Bunlar ne dedi? Ayet mali bu. Bu okuduğumuz sayfanın ilk ayeti. Biz her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. Halbuki sizin düşüncelerinize göre işitmeniz, görmeniz ne oldu yani bu zannınız, Allah'a olan zannınız? Yok mu şimdi her taraf? Allah mı vardı yani? Yani neyini kontrol edebiliyorsun? Kendine dair kalbinin 3 saniye sonrasını kontrol edemiyorsun. Ne 3'ü ya?
Bir saniye kalbini kontrol edemiyorsun. Ciltleri konuşturacak Allah-u Teala. Allah göğü yarattı, hareketi verdi. Bak fussilet ya, apaçık değil mi? Hala baş kaldırmaya çalışıyor. Ayet nasıl bitti? A'daullah, Allah düşmanlığı yapmak bunlar. İnsan kendinde bir düşmanlık, Allah'lık görmesi ya. Of, Allah muhafaza. Ama nasıl bu ayetlere geldi? Bir önceki sure ve bir sonraki sure. Hemen hemen aynı yerlerde. Allah'ın hangi ayetini inkar ediyorsunuz? Hemen sonraki sayfada, neredeyse iz düşümüdür böyle sayfanın yaprağın etrafında. Fussilet suresinin ilk ayetinde de veylün lil müşrikin. Aynı Rahman suresi gibi. Rahman suresinde cehennem için febi aile rahmetü keziban. Cehennem ayetlerinden sonra 8 defa geliyor. Cennet ayetlerinden sonra affedersiniz. Şaşırdı değil mi? La sebatü evvab. Cennet ayetinden sonra 7 tane geliyor. Febi aile rahmetü keziban. 7 defa aynı ayet tekrar ediyor. Cennetle ilgili geçtiği zaman. Ya. Yok ben şaşırdım galiba. Cennet cehennemi. Olur. 8 cennet değil mi ya? 8 cennet için 8. Ya Allah'ın ayetleri. Sonra da onlara cevaben velün yemezinin mükezibin diye şeyde geçiyor hocam. Murselat suresinde. Bu hep böyle bir örgü var Kur'an-ı Kerim'in kendi içerisinde. Ayetleri inkar ediyor. Kendini bir tanı ya. Cildin konuşacak. Nitekim bunu da yaptı değil mi? Şimdi kuantum bunu da diyor. Sözler kaybolmuyor diyor. Bunun da hafızası var diyor. Frekansın hafızası var diyor. Oh hoca nereye girdin diyeceksin. Duyduklarımı söylüyorum. Estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِذْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ Sabah akşam bıkmadan Allah'ı tesbih eden kullar. Rabbimiz Allah'tır de dost doğru ol. Allah meleklerini de indirir. Kafirler ne diyordu? Hadi melek inse. Allah meleklerini indirir diyor sana. Tamam ya iman edelim. Rabbimiz Allah diyelim. Kurtulacağız ya. Ya. La havfun aleyhim. Korku yok onlara di yani. Allah onların velisi. Değil ya Allah'ın düşmanıydı. Allah biz nahnu evliya hüküm. Sizin veliniziz ya diyor Allah Teala. Tamam ya. Rabbim Allah. Rabbim Allah. Şifa Allah. Şifa ayeti geliyor. Şifa Allah. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
اِنَّ الَّذ۪ي اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اِنَّ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمَّنْ يَأْتِي أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم الفاتحة